بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الحادية عشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، في زماننا الحالي وفي هذا الوقت كثر نقل الشائعات، وخصوصا من الإنترنت وخدمة التواصل الاجتماعي، والقيام ببث هذه الشائعات للناس واختلاق القصص الكاذبة والأمور المحرمة. حدثونا عن هذا الموضوع، مأجورين، وما موقف المسلم من هذه الشائعات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأمر سبحانه وتعالى تثبت الأخبار، ثم إذا صحت فإن كان في نقلها إلى من بأيديهم الحل والعقد خير للمسلمين، فإنها تنقل إليهم، تنقل لمن في أيديهم الحل والعقد ينظروا فيها، ولا تشاع عند عامة الناس ممن ليس لهم دخل في حلها. وإن كانت كاذبة فإنها ترفض نهائيا ولا يلتفت إليها ولا تروج. هذا ما لا يجوز. من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، كما في الحديث الله جل وعلا أمر الصحابة الغزاة في سبيل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يعني تثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فالذي يلقي السلام يقبل منه ويرد عليه ولا يرفض رد السلام عليه. إذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها أو ردوها، فلا يجوز هذا، خصوصا في الأمور التي تهم المجتمع وتتعلق بأمور العامة، فلا يجوز نشرها أو الخوض فيها. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا يتدخل الأفراد والعوام في حل المشاكل العامة التي تتعلق بأمن المجتمع وتتعلق في المسائل المصيرية كما يسمونها، هذه لأهل الحل والعقد تولون النظر فيها، ولا تجعل مجالا للحديث في المجالس، لأن هذا لا يجدي شيئا، بل هذا يعقد الأمور ويفرح من في قلبه نفاق. الواجب التفطن لهذا. الآن كما تفضل السائل، حدثت وسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونها صارت مجالا لترويج الشائعات والأكاذيب والأراجيف، فيجب الحذر منها ويجب الابتعاد عنها، ويجب على أهل البيوت، على أرباب البيوت، أن يطهروا بيوتهم منها. لا تكن بأيدي أولادهم ونسائهم، فإنها تشوش العقول وترهب الناس وتفسد المودة بين الناس. الآن في ناس يتخطفون ويقتطعون من كلام الناس ألفاظا تأتي في سياق، يقطعون السياق الذي وردت فيه ويأتون باللفظ الذي يريدون، فيجمعونها في أشرطة أو في ما يريدون من هذه الوسائل ويروجونها على الناس ليبثوا الشر والحقد بين الناس، ويحرشوا بعض الناس على بعض، خصوصا بين طلبة العلم، بين المشايخ وطلابهم، بين عموم الناس
الناس، هؤلاء مفسدون، يفسدون في المجتمع، هؤلاء نمامون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. قال سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، يعني بنميمة، لا تطعه ولا تلتفت إلى قوله، عتل بعد ذلك زنيم، نسأل الله العافية. فهذه أمور يجب أن يطهر منها المجتمع، تطهر منها البيوت، يؤخذ على أيدي هؤلاء المفسدين الذين يريدون أن يفرقوا بين المسلمين، أن يشتتوا بين الأسرة الواحدة حتى، أو بين المجتمع، أو بين العلماء وعامة الناس، أو بين العلماء والطلاب، أو بين الطلاب بعضهم مع بعض، يتألبون ويتحزبون ويتعادون ويتقاطعون ويهجر بعضهم بعضا، كله بسبب هؤلاء النمامين الكذبة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الشيء المكروه ولو كان صحيحا وواقعا فإنه لا يروج ولا ينشر، بل يستر، ومن صدر منه خطأ أو صدر منه ملاحظة ما يلاحظ عليه فإنه يناصح في خاصة نفسه، ولا ينشر ذلك على الناس. سبيل المؤمنين المناصحة سرا بين الناصح والمنصوح. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أما نشر الأكاذيب أو نشر الشائعات وإن كانت صحيحة التي تضر بالمجتمع ككل أو تضر بالأفراد، فهذا من فعل المنافقين أعداء المسلمين، هم العدو، أحذرهم، قاتلهم الله أن يوفكون. نعم، جزاكم الله خير على هذا التوجيه المبارك، وأرجو أن يجد أذانا صاغية وقلوبا شاهدة. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، كيفية التوبة من دفع الرشوة، وهل تقبل التوبة إذا كانت خالصة؟ وأيضا المال ماذا أعمل به وقد أخذته من هذه الرشوة مأجورين؟ الرشوة سحت وكسب خبيث، ملعون من دفعها، وملعون من أخذها، وملعون من سعى فيها وتوسط فيها. وهذا في الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش وهو الساعي بينهما، كلهم ملعونون. واللعنة تقتضي أن هذا العمل أنه جرم كبير، وكبيرة من كبائر الذنوب، فأخذ الرشوة كبيرة من كبائر الذنوب، ومن وقع فيها فإنه يجب عليه التوبة منها، وما عنده من المال الذي أخذه بالرشوة يجب أن يتخلص منه بأن يضعه في الفقراء والمساكين، على أنه من باب التخلص لا من باب الصدقة، لكنه كالمال الضائع الذي ليس له مالك، فإنه يوضع في المصالح العامة ويوضع بأيدي المحتاجين والفقراء والمساكين مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بأنه مريض منذ سنوات بما يسمى القولون العصبي، مما يسبب له، يقول، غازات كثيرة خاصة عند تأديته لصلاة الفجر، فلا يستطيع الذهاب إلى المسجد وتأدية هذه الصلاة مع جماعة المسلمين، ويصليها في البيت منذ سنوات. عليه أن يتوضأ، إذا صح ما يقول عليه أن يتوضأ عندما يريد الذهاب للصلاة ويصلي مع المسلمين صلاة الجماعة ثم ينصرف ولا يصلي في بيته، لأنه يقول أنه لا يجد لهذا الخارج أثرا، لا صوتا ولا ريحا، ربما يكون وهما. على كل حال يصلي على حسب حاله ولا يترك الجماعة ويقدر عليها. نعم، هذه السائلة تقول: لها أخت الحقيقة تعاني من قضية الوسواس عند الوضوء، وتمكث في الحمام أكثر من ساعة، هل يؤثر هذا في وضوئها؟ وقد تأتي الفريضة الثانية وهي تتوضأ للأولى. هذا مرض عضال والعياذ بالله، مرض الوسواس، وقد انتشر في كثير من الناس، فمن ابتلي به فليرفضه ولا يلتفت إليه، لا يلتفت إلى الوسواس، ويستعيذ بالله من شر الوسواس الخناس كما في سورة الناس. والوسواس هو الشيطان، لأنه هو الذي يجلب الوسوسة للإنسان، فيستعيذ بالله منه، يعني أن يقرأ هذه السورة، يستعيذ بالله
منه ولا يلتفت إلى الوسواس. إذا أراد المسلم أن يتطهر فليتطهر كما أمره الله عز وجل، وهذا لا يستغرق منه إلا وقتا يسيرا، ولا يستغرق منه وقتا طويلا، ولا ينفعل مع الوسواس ويردد الوضوء وكل ما وسوس يردد، لا يرفضه تماما. توضأ أول مرة وخلاص يكفي، ويجزم ويذهب إلى الصلاة ويذهب عنه بإذن الله. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يا فضيلة الشيخ، يقول عند الإشارات الضوئية وعند وقوفنا للإشارة نرى بعض الناس يقرأ بالمصحف أو من الجوال للقرآن الكريم، هل هذا جائز الشيخ؟ السائق لا يجوز له هذا، يقرأ عن ظهر قلب من غير أن ينظر في كتاب، لا بأس أنه يقرأ عن ظهر قلب، أما أن يقرأ من كتاب أو من جوال ولا يتقيد بضوابط المرور هذا يسبب حوادث، يسبب حوادث مروعة، عليه أن يترك هذا العمل، لا يقرأ لا في كتاب ولا يقرأ في جوال ولا يقرأ في مصحف ولا يقرأ في شيء، لأنه في موقف خطر، عليه أن يأخذ الحذر وأن يتقيد بأنظمة القيادة لأن فيها سلامة له ولغيره. كذلك لا يكلم في الجوال لأنه يشغله عن توجه للقيادة والاهتمام بها، فعليه أن يتفرغ بذهنه وبجسمه وبحواسه للقيادة لأجل أن يسلم ويسلم غيره بإذن الله. أحسن الله إليكم. أبو أحمد يقول بأنه اشترى مزرعة تمور هذه السنة وهي كبيرة، هذه المزرعة، يقول هل في هذه التمور زكاة؟ الزكاة تجب على صاحب الثمرة إذا بدا صلاحها وهي في ملكه، يجب على صاحب الثمرة إلا إذا شرطها على المشتري، إذا اشترطها على المشتري فلا بأس، أما إذا لم يشترطها فإنها تجب عليه هو، لأنها وجبت قبل أن يبيع الثمرة فهي في ذمته يخرجها، وإن شرطها على المشتري أنه يخرجها وهو يثق منه أنه سيخرجها فلا بأس بذلك، أن هذا من باب التوكيل. أبو عبد العزيز يقول بأنه اشترى سيارة ثمنها كبير جدا وهو يخاف من العين، يقول وقد وضعت في درج السيارة مصحف صغير وأيضا أقرأ في كل صباح آية الكرسي عندما أذهب إلى عملي. مثل ما سبق لا يقرأ من المصحف وهو يقود السيارة، أما إن كان راكبا مع الركاب فلا بأس بذلك، لكن السائق لا يقرأ لا القرآن ولا غيره إلا عن ظهر قلب، لا يشغله عن توجه للقيادة وضبط القيادة. وضع المصحف في الدرج خوفا من العين؟ هذا من اتخاذ الحروز، المصحف لا يتخذ حرزا وحجبا، المصحف يؤخذ للقراءة والتدبر ولا يجعل للحرز أو للحفظ، هذا من اتخاذ التمايم، اتخاذ الحروز، إذا اتخذ المصحف لأجل حفظ السيارة أو حفظه فهذا لا يجوز، إنما إذا اتخذ المصحف ليقرأ فيه في فترات القراءة غير السائق حال القيادة فلا بأس بذلك. يقول هذا السائل من نذر على نفسه الحج وجاءه الحادث ومات هل يحجون عنه الأولاد؟ نعم، إذا نذر على نفسه أن يحج ثم مات قبل الحج فإنه ينفذ الحج من ماله من تركته بأن يدفع تكاليف الحج لمن يحج عنه، وإن حج أحد أولاده عنه أو أحد أقاربه أو أحد من المسلمين متبرعا فهذا شيء طيب ويبرئ ذمة المتوفى. يقول إن شاء الله عازم هذه السنة على الحج، وبماذا توصونني من الأنساك، الإفراد أو التمتع أو القران؟ الأسهل عليك ولكن الأفضل أنا التمتع، لأنه جمع بين نسكين، العمرة أولا ثم بعدها الحج، هذا هو أفضل الأنساك، وعليه الفدية، فدية التمتع وهي فدية نسك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما تعريف اللقطة، وإذا وجد الإنسان شيء منها كيف يعمل وتبرأ الذمة؟ اللقطة هي المال الضائع، واللقطة إن كانت لا تتبعها همة أوساط الناس مثل التمرة مثل الحبل القصير مثل العصا، هذه يأخذها وينتفع بها، أما إذا كانت اللقطة
مما تتبعه همة أوساط الناس وله قيمة مالية، فإنه إن كانت اللقطة من النقود فإنه يعرف علاماتها الفارقة، إفاصها وهو الكيس الذي هي فيه ووكاءها، ثم يعرف عليها سنة في مجامع الناس، فإن جاء صاحبها ووصفها بما ينطبق عليها فإنه يدفعها له، وإن لم يأتي بعد تمام الحول على التعريف فإنه يتمولها ويملكها ملكا مراعى، إن جاء صاحبها دفعها إليه، وإن لم يأتي فإنه يتملكها، وإن تصدق بها على نية أن الأجر لصاحبها، وإن جاء دفعها إليه ويكون الأجر له، أو إن أجازها صاحبها على أنها صدقة فتبرأ ذمته بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. عبد الله يقول: مات والدي وهو فقير ولم يترك شيئا من حطام الدنيا، وأريد أن أقوم ببره، ما الذي يصله من الأعمال الصالحات؟ الدعاء له. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والصدقة كذلك، الصدقة إذا تصدق عنه فإن ثوابها يصل إليه إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى. وكذلك مثلا المياه، إذا أعد للمسلمين وللدواب مياها تشرب وينتفع بها ويتطهر بها ففيها أجر عظيم، لا سيما المياه التي تكون في الشوارع وتكون في المساجد ينتفع بها المصلون والمارة، ذلك أجر عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل في الحديث في أوله: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما المراد بالإثم؟ الإثم ضد البر، الإثم ضد البر، وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر المكروه والمستكره، ما كرهت، ما حاك في صدرك تردد فيه هل تقول أو تظهره أو لا، هذا يدل على أنه إثم. وما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا هو الإثم، تجنبه لتسلم منه. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الناس فضيلة الشيخ يتهاونون في الحضور لصلاة الاستسقاء أو الكسوف أو الخسوف، ما التوجيه لهم؟ صلاة الكسوف أو الخسوف متأكدة، قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من التضرع إلى الله والاستغفار والصلاة، فيها أجر عظيم، فتقام صلاة الكسوف، يحرص عليها ويحضرها المسلمون القريبون من المسجد، يحضرونها ليشاركوا في إقامتها ويشاركوا في الأجر والثواب عند الله وإحياء السنة النبوية، فلا ينبغي التفريط فيها ويقال هذه نافلة، أو بعض الجهال أو الذين عندهم نوع من الإلحاد والشكوك يقولون: وش الفائدة من صلاة الكسوف؟ شيء معروف ويحدث وهو يعرف بالحساب ولا فائدة منها. يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها لأنه يجهل حدوث الكسوف، ويجهل الارتباط بين أنه يعرف بالحساب وبين أنه يصلى. ليس مثلا صلاة الظهر يعرف أنها عند زوال الشمس ويعرف وقت الزوال، لماذا تشرع الصلاة؟ لماذا تشرع أيضا العبادات المربوطة بأسبابها، تعرف أسبابها؟ هذا من الجهل أو من الإلحاد. النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا، قال: إذا رأيتم منهما ذلك الشمس والقمر فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، لأنه لا يدرى أن يكون هذا علامة عذاب يحدث في الناس، وما الذي يدرينا أن ضوء الشمس أو ضوء القمر سيعود؟ من يضمن لنا هذا؟ قد ينطفي ولا يعود، قد تقوم الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تكون الساعة لما كسفت الشمس، خشي أن تكون الساعة، وخرج يجر رداءه صلى الله عليه وسلم من الخوف. هذا من الجهل أو من الإلحاد، لا دخل لنا في العبادات، نحن نفعلها كما شرعها الله ورسوله، ولا دخل لنا في السؤال عن سببها وعن كذا وعن. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، وبارك الله فيكم. وانتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله.